ألف المشاركة الجزائرية، المنتخب اللي تعرفه جيدا متفائل في الدورة مثلا تاع الألعاب الأولمبية. نعرفه باللي في المجموعة تاعكم كاين إضافة إلى الجزائر كاين النمسا ثامن أوروبا، كرواتيا تاسع العالم، ومنش عارف الخاصر ما بين ألمانيا السويد وألمانيا. ألمانيا نظن، ألمانيا وي ألمانيا ألمانيا. الدورة اللي فاتت الدورة اللي فاتت لعبناها في ألمانيا، المرة الثانية لعبوها في ألمانيا وكرواتيا والنمسا. احنا هذه الفرق قلت لك احنا بقى الخطة تاعنا مالقي ما عادش يكون عندنا وقت دو ام واي بي بالك نكونوا في هذه الدورة. راح نتلاقاو ديرك بالك في ألمانيا فيها ثلاث أربع أيام هذه الدورة هذه. احنا بقى الخطة تاعنا إن شاء الله يكونوا لاعبين كل بصحة جيدة وكل القوة تاعهم ويزيدوا يسترجعوا المصابين اللي كانوا ما قدروش يلتحقوا فينا في الدوره الافريقيه. جو بونس يكون عندنا كلمه راح نمدوا قلت لك الحظ تاعنا ودروك انا ستاتيف تاع فيس شامبيون دافريك لازم نحافظوا عليه ولازم نبينوا للناس باللي ما جاش بالصدفه هذه. راح تكون عندنا كما اقول لك ضغط سي سير هذه منتخبات عالميه ويلعبوا على اللي في سواء شامبيون دافريك ولا شامبيون دافريك ولا شامبيون دي موند. كما احنا عندنا فريق وحنا ثاني عندنا سمعه وان شاء الله نمدوا قال علينا وبوكوا با ندو بطاقه من بطاقتين اللي تاهلنا كاس الالعاب الاولمبيه. يعطيك الصحه مسعود بركوس، شكرا لانك كنت معنا. على بالي بلي راك تعبان، خلوك تروح ترتاح شويه. يعطيك الصحه اللي راك معنا اليوم، ومجددا مبروك هذه المرتبه الثانيه.